Thank you.
لون السماء، السماء الزرقاء، سماء ماما كيف لح اكموزة؟ عادي حتى لو وسخت شوي ايديك ما بيأثر، بس امسكها هديها بس تخلص وتغسل. أنا كتير مبسوطة، وأنا كمان، بس أنا اللي افتكرت إنه اللون سارة لازم ما تكوني مبسوطة، لأن أنا اللي افتكرت إنه اللون مش أنت ما بتحبيني. أنا ما بحبك لما أنت ما تكون بتحبني. ما أنا ولا مرة ما حبيتك، ولا مرة ما حبيتك ضربتني. مثلا أعطيك مثال، أنت كأي فكتر يلا هلا ما تتذكروا مشاكلكم، هلا استمتعوا بوقتكم، مش مهم فكرة مين، مهم انكم مبسوطين سوا.